لك. مشاهدينا، ينضم من جديد إلي مراسل الغد من واشنطن عمر محمد. عمر، إذا تفاصيل أكثر معك مع بدء الحوار الاستراتيجي ما بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بالإضافة لحضور ملف كورونا والذي بدا على أن اللقاء كان افتراضيا بسبب هذه الجائحة، أيضا جرى الحديث عن هاجس الأمن في المنطقة والتهديدات المباشرة من قبل إيران للمنطقة وجهود الولايات المتحدة من خلال حملة الضغوط القصوى ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الجهود، فضلا عن أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان طلب بدور أكبر للولايات المتحدة من أجل تطبيق الأمور الإجرائية التي تتعلق بالمواد النووية أو الإجراءات تجاه إيران بهذا الصدد، فضلا عن أنه تحدث عن الجانب الاقتصادي المشرق في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتضاعف حجم الصادرات والتبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من 7 إلى 17 مليار دولار، فضلا عن الحديث عن تقليل القيود ما بين البلدين والتعاون الاقتصادي الذي أثمر عن 120 ألف وظيفة. كل هذه الأمور تشير إلى تقدم في هذه الحوارات والاجتماعات ما بين البلدين، فضلا عن جلب الأمن والازدهار الذي تحدث عنه كلا الوزيرين في هذا اللقاء الافتراضي. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الغد عمر محمد.